اسمي صالح السندي، والرياضة اللي أمثلها هي رياضة الكاليستانكس. ساعدت في انتشار رياضة الكاليستانكس، فكان هذا واجد شيء حلو بالنسبة لي. عشان تحافظ على نظام حياة صحي ومتوازن، ابحث وجرب رياضات مختلفة إلين ما تحصل رياضة تحبها وتستمتع إنك تسويها. هذا الشيء راح ينعكس بشكل إيجابي على حياتك. أكل بذكاء. على سبيل المثال، الفاست فود في كميات عالية من السعرات، تقدر تسوي في البيت في الاير فراير على سبيل المثال، السعر والسعرات راح تكون أقل وصحياً راح يكون أفضل لك. لا تقارن نفسك بالناس الثانية، ابدأ وانضبط واستمر، وإن شاء الله مع الوقت راح تتطور. الصحة للجميع وبالجميع. Health for all by all.